زرعنا 5 شجرات 3 شجرات 4 شجرات 3 شجرات لحالي وسبع شجرات مع غيري. 3 لحالة 3 شجرات. هناك محاولات خبيثة تسعى إلى إبقائنا في خانة الاستيراد والاستهلاك. لا نريد فقط أن نأكل وأن يعطى إلينا ما نأكله، نريد أن نسود على مواردنا الغذائية وعلى مصادرنا الطبيعية، والسيادة على الغذاء هي حق الشعوب والمجتمعات والدول في تحديد سياساتها المتعلقة بالزراعة والعمل والغذاء وصيد الأسماك الملائم لظروفها الخاصة من النواحي البيئية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. وشكرا لكم. العربية لحماية الطبيعة جمعية أردنية تأسست تقريبا قبل 15 سنة، هي تهدف لتنمية القدرات الزراعية للمواطنين وتوفير حالة من الأمن الغذائي لديهم. يعني ما عندنا إمكانية لدخول داخل فلسطين، فمنحاول نساعد من خارج فلسطين لصمود المزارعين في أرضهم. الحقيقة لازم نشكر إخواننا في الجمعية العربية لحماية الطبيعة، إخواننا في الأردن اللي قدموا هذه أشجار مساعدة للمواطنين والمتضررين بالدرجة الأولى من جدار الفصل العنصري اللي يلتف حول معظم القرى التي تجاور القدس الشريف. التطوع بالعربية لحماية الطبيعة اللي بيميزه أنه هو مش إشي مؤقت، هو عبارة عن نمط أو أسلوب حياة. هو اللوجو تبع حملة المليون شجرة. اللوجو عبارة عن شجر والجذور تبعون الشجر اللي هم الأشخاص أو الفلاحين. الاحتلال الإسرائيلي بيعرف إذا خلع شجرة كأنه خلع إنسان من أرضه، فنحن في الواقع كل ما نزرع شجرة منثبت الإنسان في أرضه أو منثبت الفلاحين. هذا الإشي بثبتنا وصمدنا في أرضنا مثل ما الشجر صامد، وأكيد طبعاً يعني هذا نوع من أنواع التحدي والثبوت ضد الصهيونية ومخططات الصهيونية سواء السابق وحتى المستقبل. وضعوا شيك اليهود منا وتحت وبيعتدوا على الأرض كل يوم كل شهر كل أسبوع. خلعوا لي من هنا أكثر من 20 زيتونة، بجننوا فينا وبذايكوا فينا حتى يدفعونا مصاري، فوضونا على مصاري من أساس ندشر كل الأرض، وهذا الحكي مستحيل. عندنا كل سنة بالأردن عم نواجه مشكلة تصحر في أكثر من 30,000 دنم. قمنا بربط مدارس الخاصة مع مدارس في مناطق نائية ومهمشة عشان يقوموا المدارس الخاصة في زراعة أشجار عند المدارس النائية اللي بالمناطق المحافظات البعيدة واللي عم بتواجه مشكلة في التصحر. الآن تعمل زي ملخص كيفية زراعة الأشجار. بداية بنتأكد من عمق التربة بيكون أكثر من شبر، بعدين بنبلش ننزل الشجرة ليكون في واحد ماسك الشجرة بشكل مستقيم. The civil society mechanism. نفتقر للعديد من السياسات التي تجعلنا كشريك في وضع الأولويات وفي التخطيط وفي التنفيذ وفي المحاسبة في كل ما يخص شعوبنا. بعد جهد كبير دام 10 سنين قدرت العربية لحماية الطبيعة تضغط على منظمة الأغذية والزراعة ولجنة الأمن الغذائي العالمي تتبنى موضوع انعدام الأمن الغذائي في الصراعات والاحتلالات والحروب. وقد تشمل هذه الأفعال القضاء على النظم الغذائية والزراعية المحلية التي تخضع الشعوب عنوة لعلاقات من التبعية كالاستيلاء على الموارد الطبيعية
أو تدميرها والاستهداف العنيف لمنتجي الغذاء وفرض الحصارات والعلاقات الغير المتكافئة في تجارة الأغذية أو استخدام الأغذية أو مياه كأدوات قصرية ضد الشعوب. ربما تغنم من ناطوري أحلامي غفلة، ربما تحرم أطفالي يوم العيد بدلة. هيك اكتملت عملية الزراعة. اثنين ثلاثة اكتشفوا على الشجرة.